مرسى سعيد أو ما يعرف بميناء حبل في مدينة ميدي في أيدي قوات الجيش الوطني. خلال الفترات الماضية استخدمت ميليشيا الحوثي نقطة انطلاق لتنفيذ عملياتها الهجومية وزراعة الألغام البحرية وتهديد الملاحة الدولية. مؤخرا تمكن الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي مسنودا بقوات التحالف العربي وبعد معارك شرسة خاضتها قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مع عناصر الميليشيا الانقلابية من استكمال وتحرير وتأمين هذا المرسى الواقع جنوبي مديرية ميدي بمحافظة حجة. عملية استعادت قوات الجيش الوطني من خلالها 3 زوارق وأسلحة خفيفة وثقيلة بالإضافة إلى العديد من الصواريخ المتنوعة وأجهزة اتصالات وأجهزة تحديد مواقع. المعارك التي استمرت لعدة أيام أسفرت عن مقتل جميع العناصر الحوثية التي كانت متواجدة في المنطقة بحسب مصادر عسكرية. المصادر ذاتها أكدت أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وتفكيك ما يزيد عن 600 لغم زرعتها الميليشيا على امتداد المنطقة. تكمن أهمية مرسى حبل الاستراتيجي في كونه مرسى داخليا بمحاذاة البحر الأحمر تصل مساحته إلى 10 كيلومترات. كان الصيادون يتخذون منه نقطة بحرية في عملهم لتحوله الميليشيا أثناء سيطرتها على المحافظة إلى مرسى سري لتهريب الأسلحة إلى مختلف الجبهات ونقطة بحرية نشطة لزراعة الألغام البحرية وتحركاتها في البحر الأحمر لاستهداف الملاحة الدولية. المرسى مثل واحدا من المنافذ البحرية للميليشيات الانقلابية لتهريب السلاح بالإضافة لعدد من مراسي ميدي إلى معقل جماعتهم في صعدة إبان الحروب الست التي خاضوها مع قوات النظام السابق آنذاك.